أنا أعتقد روسيا تقوم بنفس الدور الإيراني، أيضا تستثمر الخلاف الأمريكي الإيراني، لأن روسيا سنة 1995 استاذ أحمد أجرت اتفاقية مع أمريكا لعدم منح إيران تكنولوجيا عسكرية على سبيل المثال، وأن تكون الاتفاقيات بعيدة الأمد تحت إشراف أمريكي. هذا جرى في عهد رفسنجاني. لذلك أنا أعتقد أنه إيران تضغط على أمريكا وأوروبا بالاقتراب من روسيا وكسر القواعد المتفق عليها بين الطرفين بضمن موضوع الملف النووي أو الاتفاق النووي على سبيل المثال اللي روسيا جزء منه. وروسيا أيضا تقوم بنفس الدور، الضغط على المجموعة الغربية والضغط على إيران بالدعم، والضغط على أمريكا عفوا بدعم إيران، وجعلها يعني حربة في خاصرة المصالح الجيوسياسية الأوروبية الأمريكية في الشرق الأوسط. أنا أعتقد المشهد يعني هي أدوار، روسيا تمثل دور وإيران تمثل دور. إذا حصلت عملية تسوية، أنا أعتقد حل أستاذ أحمد الحل الفعلي لأزمة الغرب مع إيران هي تبدأ من البوابة الروسية، يعني أن تحل مشكلة الناتو مع روسيا، يعني أن يجرى اتفاق أن تنتهي الحرب في أوكرانيا، أن يحدد الناتو الحدود التي لا تعتقد روسيا أنها حدود مهددة للعمق الروسي أو الأمن القومي الروسي، ثم ستقترب المواقف الروسية من أمريكا وأوروبا تجاه إيران. بخلاف ذلك كل خلاف بين روسيا والغرب يمنح إيران قوة في الشرق الأوسط، وهذا ما أقوله هذا تدركه الإدارات الأوروبية وتدركه الإدارة الأمريكية المتعثرة. يعني إدارة بايدن بدأت متعثرة قبل الانتخابات، يعني ليس لديها حلفاء في الشرق الأوسط، يعني حتى الحلفاء المنطقيين الكلاسيكيين اللي قلت لجرارك السعودية الإمارات، هذه دول منظومة الخليجية المحميات الأمريكية، المفروض هي محميات أمريكية أمنها جزء من أمن القوم الأمريكي، بدأت تتململ يعني وتغير استراتيجياتها، لأنه لم تقدم لهم أمريكا دعم في مثلا، بل على العكس في حرب اليمن وقفت ضدهم، يعني أوقف بايدن سبق الطائرات مع الإمارات، والوعد الانتخابي الذي أطلقه بعملية عزل السعودية، هذا كله يصب في مصلحة إيران بالنتيجة. الذهاب باتجاه واحد مع إيران دون يعني تفعيل اتجاهات العربية أو اتجاهات دول الإقليم، وترك السعودية تجري تفاوض مباشر منعزل مع إيران عبر العراق، هذا كل التفاصيل أنا أعتقد تسبب بها الأمريكان أنفسهم يفقدوا الشرق الأوسط من الفاعلية الاستراتيجية، وطبقوا استراتيجية ترامب بتأجير النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط والانتقال إلى مواقع أكثر أهمية، سحبوا الباتريوت من منطقة الشرق الأوسط، قللوا حجم القوات وإلى آخره. يا أستاذ أحمد، هذا كله ضريبة، لها ضريبة هذا الموضوع، أكيد تستغل روسيا.